مصريين وكبار ومهمين وقاعدين على القهاوي يعني، لكن بيرسموا لغير رواد القهاوي يعني. تلاقيه ما يفهمش ايه الموجود هنا. الله يرحمه عدلي رزق الله طول الوقت قاعدين على القهوه، لكن اللوحه التشكيليه المائيات بتاعته حاجات ما فيش اتنين فاهمين اللي بيحصل. لا انت يعني ده شايف ده ازاي انت كفنان تشكيلي؟ انا الرسم بالنسبه لي هو مذكراتي، هو يومياتي. انا لما بقعد على القهوه ما بروح برسم حاجه لها علاقه بالقعده دي. لما بركب طياره ببص على القاهره فارسم القاهره من فوق. يعني دائما كل ما افعله في الحياه بينعكس في الرسم. فما اقدرش اعمل حاجه ما عشتهاش، وما اقدرش ارسم حاجه ما هياش قريبه من نفسي ولا قلبي يعني. فانا انا بنزل القهوه عشان ارسم، بروح الغيطان عشان ارسم، بركب المراكب عشان ارسم يعني. صحيح. كل من دائما المعيشه الحياتيه تظهر في اللوحات على طول. رائع. بس هو احنا معانا مختاراتك دلوقتي وهنتأملها معا، لكن قبل ما نتكلم عن دوت ونوصل لمرحلة عرض الأعمال، خليني أسألك عن حكاية متحف الكاريكاتير في الفيوم. ده كان حاجة مهمة جدا، أنا كنت سعيد بيها وسعيد بأن الظروف خدتني للنقطة دي. أول حاجة أنا لما خلصت فنون جميلة رحت صباح الخير عشان ارسم، اقول لهم عاوز ارسم كاريكاتير، فالله يرحمه كان الاستاذ عدلي فاهم. ايوه طبعا المشرف الفني الشهير. ايوه قال لي شوف انت رسمك حلو بس الكاريكاتير ده موهبه تانية خالص. انت يعني ما تنفعش في الموضوع ده. يعني وطلعت نبوءته وخصوصا ما جربتش كاريكاتير تاني قبل كده خالص. لا خالص. انا بقى فضلت احب الكاريكاتير بس ايه برسموش. من بعيد بس ما ارسموش. وبعدين اتعرفت على الراحل العظيم الاستاذ زهد العدوي. طبعا جميل. فناننا الكاريكاتير العظيم والزاهد زهدي العدوي بالظبط، واحد من اليساريين العظام. فالاستاذ زهدي كان من اهل الخطوه، كان دايما يحب المسرح. كان ياخدني معاه مشاء مشاء. وكنا بنلف على الرسامين، هو كان عاوز يكون اول اتحاد او نقابه لفنان الكاريكاتير، وكان احد احلامه موضوع المتحف ده. وانا كده يعني فلتت من بق الكلمه، قلت له استاذ زهد ان شاء الله في يوم من الايام انا هعمل لك المتحف ده. طبعا انا سافرت والاستاذ زهد توفى ومرت السنين، بس فضل حب للكاريكاتير وبدات اجمع لغايه ما تكون عندي حوالي 500 عمل اصلي لتاريخ الكاريكاتير المصري كله. فالاصدقاء بقى من فنان الكاريكاتير لما كنت بفرجهم قالوا انت عندك متحف. فبس فحولت بيتنا في الفيوم لمتحف. وبقى مع الوقت اكتشفت ان هو انا لفيت بعد كده متاحف كاريكاتير في العالم. واحد من اكبر المتاحف في الكاريكاتير في العالم، وتراث الكاريكاتير المصري. وفتحنا السنه اللي فاتت جزء عربي. وبقى كاريكاتير اكتشفت ان بقى برضه بالصدفه ان هو المتحف الكاريكاتير الوحيد في الشرق الاوسط وافريقيا. وقبلة للباحثين يعني، احنا عندنا ارشيف كاريكاتير. فكل اللي بيعملوا رسائل بقى في البحثيه في تاريخ الكاريكاتير والصحافه الساخره، فاحنا عندنا الموضوع ده. بمناسبه جبنا سيره الاستاذ